يعني واحنا بنتابع الكلمات النهارده بنشوف انه القاده الاوروبيين او رؤساء الوفود الاوروبيه اللي موجودين في هذا الاجتماع ما كانش فيه اشاره لفكره وقف اطلاق النار المستدام. يعني حضرتك برضو كيف تنظر الى يعني هذا الاجماع اللي احنا مش عارفين هو متفق عليه ولا غير متفق عليه، ولكن هو ده اللي حصل انه ما فيش اشاره واضحه بضروره وقف اطلاق النار. ما فيش في الجلسة الافتتاحية، وأتمنى أن يكون من ضمن التوصيات في الجلسة الختامية أن يكون هناك دعوة لإيقاف إطلاق النار والجلوس على طاولة المفاوضات. للأسف الشديد زي ما ذكرت حضرتك أنه المجتمع الدولي كان يعني غاضض البصر عن القضية الفلسطينية أو الانتهاكات التي تحدث على قطاع غزة. بدأ بالأمس يمكن في مفاوضية الاتحاد الأوروبي أن المفاوض الأممي أدان القصف الإسرائيلي على المستشفى في غزة مستشفى الأهلي واستهداف المستشفى الأهلي في غزة واستهداف المدنيين سواء كان في الكنيسة الروم ده هو الأرثوذكس كمان حتى أو مستمر التهديد لباقي المستشفيات اللي هي أصلا يعني النهاردة عددها يمكن محدود. بالظبط. مستشفى فلسطين في غزة مهددة بالقصف أو طالبوا أنها تخلى يعني. ولكن بدأت رؤية الغرب تتغير كثيرا كمان مع سلسلة اندلاع المظاهرات من قبل التظاهرات السلمية في العديد من عواصم العالم من ضمنها واشنطن والدول الأوروبية، ويمكن بعض هذه المظاهرات وصلت إلى حد التوتر أو يعني كان فيها قليل من العنف تجاه المتظاهرين العزل في هذه العواصم. امبارح يمكن شفنا تظاهرات في ميادين مصر شمالا وجنوبا غربا وشرقا بتفوض السيد الرئيس لحماية الأمن القومي المصري والتأكيد على ضرورة الوصول لحل في القضية الفلسطينية الإسرائيلية. طيب يعني هذا يعني الاشاره اللي حضرتك اشرت اليها فكره وجود الشارع المصري او المواطنين في الشوارع كان بيتزامن معها ايضا وقوف الشباب امام معبر رفح اعتصاما لدخول هو مش وقوف ده اصرار يعني على 15 يوم احنا قاعدين هناك يعني مصرين، والحقيقه كان منظر مشرف جدا جدا جدا. الواحد كان في قمه سعادته يمكن امبارح يعني قبل صلاه الجمعه وبالتوازي مع زياره الامين العام للامم المتحده للمعبر واصرار الشباب الى الدخول لتقديم حزم المساعدات. الحقيقه ساعدوا كتير جدا في تجميعها وتوصيلها، يعني التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ضرب نموذج امبارح للتجرد والتفاني في العمل بغض النظر على الانتماءات السياسية أو المجتمعية أو الطائفية أو الدينية أو أي حاجة تانية. الشباب اللي موجود ده شباب مصري ومن قلب مصر، أتى من صعيد مصر ومن دلتا مصر ومن كل بقاع جمهورية مصر العربية علشان واحد يوصل رسالته الداعمة حتى ولو بمجهوده